يا عبير، سرحانة كده ليه؟ لا مفيش، ده موضوع كده شاغلني شوية. لحظة واحدة يا دكتور. ازيك يا عبير، عاملة ايه؟ ايه؟ ما جيتش القافلة ليه؟ أصلا كنت تعبانة شوية الفترة اللي فاتت. ألف سلامة عليك. في حاجة عايزة تقوليها؟ طب ما تتكلمي، ايه المشكلة؟ أصل الموضوع مضايقني جدا، وأصلا كنت مترددة أقوله لك ولا لأ، يعني باعتبارك ابن عم حاتم. وإيه علاقة حاتم بالموضوع؟ ما هو الموضوع له علاقة بحاتم ومنار. بص أنا بجد قلقانة على منار، وخايفة إنها تظلم نفسها وتظلم حاتم معاها. إزاي يعني؟ أصل منار لسه على علاقة بإبراهيم. على علاقة بإبراهيم؟ هي اللي حكت لي كده، قالت لي إن هما لسه بيتكلموا، حتى نزلوا تقابلوا كذا مرة. أنا قلت أقولك عشان ندور على حل المشكلة دي، أو أفضفض معاك وأخد رأيك. أنت عارف إن أنا بثق في رأيك. ماشي يا عبير، بعد إذنك. هو إيه الكلام ده يا بنتي؟ أنتِ بتعملي كده ليه؟ هي مش منار قايلة قدامنا قبل كده إن إبراهيم هو اللي بيجري وراها وإنها مش طايقاه ولا معبراه أصلاً؟ أنا مش فاهماكي. أنا عايزة أقعد لوحدي شوية. أنا إبراهيم، كنت عايزني في إيه؟ والله أنا كنت عايز أعتذر لك على اللي حصل ما بيننا المرة اللي فاتت. حقك عليا، إحنا هنبقى أهل فلازم نتصافى أكيد ما بيننا. طب ما أنت كان ممكن تقول لي الكلمتين دول في التليفون بدل ما تجيبني قدامك دلوقتي وتتكلم. مظبوط، بس أنا كنت عايز أتأكد إنك مش زعلان مني. وأنا يا سيدي مش زعلان منك، حصل خير. والله العظيم انت رجولة وقلبك كبير ونضيف من جوه، يعني واحد تاني ما كانش قدر يبص في وش اللي كانت مراته بتحبه قبله. بتقول ايه؟ بتحب مين؟ ايه ده يا منار، ما حكيتلكش عن اللي كان بيننا زمان ولا ايه؟ حكيتلي ايه وبينكوا ايه؟ انت ايه اللي كان بينك وبين منار يا ابراهيم؟ لا معلش اعذرني يا حاتم، ما دام منار ما قالتش حرف يبقى انا ما اقدرش اتكلم. لا هتتكلم، واخر مرة هسألك، ايه اللي كان بينك وبين منار يا ابراهيم؟ بصراحة حاتم أنا ومنار كنا بنحب بعض، كنا بنحب بعض قوي وكنا ناويين على الجواز. أنا بقى غلطت غلطة عمري واتجوزت أختها، وهي منار ما قدرتش تعدي الموقف ده، قعدت تبعت لي في رسائل وتدخلني في حوارات حتى بعد السنين دي كلها، وقالت لي بقى أنا هتجوز أي حد كده عشان أنساك، وأنا بصراحة برضه ما قدرتش أنساها. عموما كل شيء نصيب الحمد لله، أنت ابن حلال وتستاهل كل خير، وهي من نصيبك، وهي برضه بنت حلال وتستاهل كل خير. على العموم أنا زي أخوك، لو حبيت تتكلم معايا في اي وقت انا موجود، نمرتي معاك. يلا اشوفك على خير، الف مبروك يا عريس. اي واحد اشترك في باقات واتشت الشهريه بتبدا من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنويه تبدا من 150 جنيه.